طبعا من حقنا، والكلام اللي بيعمله سيادة الرئيس مظبوط جدا، ده احنا مش ممكن هنتنازل عن حقنا، المفروض كده. وهم اتجهوا اتجاه صح جدا لمجلس الامن الدولي، وده حقنا مش ممكن هتنازل بيه، يعني ده واجب. واحنا بنشكر الرئيس طبعا على المجهود اللي هو بيعمله، وسيادة الوزير الخارجية برضو جزاه الله كل خير، يعني ما شاء الله ربنا يكرمهم ويوفقهم ان شاء الله، وباذن الله هننتصر ان شاء الله، وهناخد حقنا وبالزياده كمان ان شاء الله باذن الله. واحنا طبعا بنتمنى ان البلد بتاعتنا تبقى احسن بلد، ودي حاجه تشرفنا طبعا ان البلد تتقدم، وايه والتطورات اللي احنا بنشوفها دي والقرارات اللي بتطلع من الرئيس عبد الفتاح السيسي احنا طبعا راضيين عنها بكل المقاييس، لان احنا نفسنا البلد بتاعتنا تتقدم لقدام ونشوفها في ازدهار دايما وتكون في تقدم دايما. باذن الله القرار ده هيفيدنا لقدام، وهنشوف ان شاء الله تحسنات كتيره بعد القرار ده باذن الله. يعني انا والله شايف ان الدوله قايمه بكل حاجه كويس، واخدين خطوه كويسه وماشيين في الاتجاه الصح، وان شاء الله خير، وان شاء الله يعني الدوله هتجيب حق الدوله المصريه في الميه بتاعتها، هي ودوله السودان ان شاء الله. احنا مع الرئيس في اي راي وفي اي وضع ايا كان، اللي هيقول عليه هو اللي هيلوم بيه الدولة برضو إن شاء الله، ومجلس الأمن اللي هيقرر له الرئيس برضو ليه وجهة نظره فيه، واللي شايفه صح يعمله. إحنا مع الدولة ومع إن شاء الله مجلس الأمن لو في صالحنا الوضع أو الرأي بتاعهم. الدولة المصرية بتتحرك في اتجاه سد النهضة عشان المياه بتاعتنا ما تنقص، عشان إحنا محتاجينها في كل شيء وبتاع، والرئيس بصراحة ربنا يعني كويس ان هو بيتحرك في المشوار دوت، واقف وقفه تمام ان هو يعني المايه ما تتاثرش علينا في مصر. انا رايي في اجتماع مجلس الامن ان هو يكون في صالح مصر والشعب المصري، لان كل الشعب هيتاثر من المايه، لان المايه هي ايه؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي، كل البلد هتتاثر بيها، فلاحين في الزراعه، في المصريين، في المصانع، كل حاجة بتشتغل بالمية، فطبعا قرار مجلس الأمن لازم يكون في صالحنا.